بس مرت عبر التاريخ يعني أوقات مناسبة عيد الجيش ما كان في احتفالات للأسف، لأنه هذه سببها التدخل السياسي بالجيش يلي بتدخل بالشردي بالويردي، ومنها هي تطويع بالمدرسة الحربية. مش أول مرة بتفضل مدرسة حربية مثل أيام الضباط، فضيت عدة مرات بعد الحرب، يعني من سنة 76 ل 80 فضيت، من 86 ل 94 فضيت، من 96 ل 2001 فضيت، وهلا رح تفضل 3 سنين، لأنه من 3 سنين الجيش ما طوع، ما سمحوا له يطوع مدنيين لصالح المدرسة الحربية. مين ما سمح له؟ السلطة السياسية، الحكومة، السلطة، الهلال مثل ما بيقولوا. هذه وضع اليد على كل مؤسسات الدولة، ومنها الجيش هو الأساس. كل المستفيدين ما من عدا حدا، والمستفيد الأكبر هو يلي جيش تاني رديف موجود وفرض سلطته ويتحكم بالقرار السياسي بلبنان. أكثر شيء مصلحته. جربنا ميليشيات، جربنا المنظمات الفلسطينية، جربنا جيوش الاحتلالات، جربناهم كلهم، وشفنا أنه البلد تشرزم وتدمر وما بقى في أي رابط، وتقسم جغرافيا ونفسيا وديموغرافيا والبدكة. ناس لا، ما في إلا إلا هجيش. طبعا ما قلنا إلا هجيش، وهو الوحيد المسؤول عن أمن هالبلد، وهو المفروض يمسك كل متر مربع من هالبلد من جوا لبرا، وما يكون في غير بندقيته هو واقفي بس فقط بلبنان. هذا اللي المفروض يصير، بس للأسف مش عم يصير. طيب انتو عملتوا جيشنا شحاد، شحادي ما بتعيش، المية دولار ما بتعيشوا على العسكري، بتوقفوا على إجري شوي، بس ما بتحل، ما بتعمل جيش. الجيش بدك تحط له مصاري ميزانية محترمة تعيش بكرامته. هالعسكري إذا بده يروح يقاتل بدي له روح على عين الحلبة يقاتل، روح على عرسيل، روح على الجنوب، روح ما بعرف وين. هيدا إذا عيلته شو عيني كيف بده يروح معي؟ إذا وصل لعندي راسه وين حيكون، بالمهمة ولا مع عائلته؟ على أي دولة بالعالم ما بيتدخل جيشها إذا داخل مخيم صار فيه في جريمة، وجريمة عم تطلع لبرا، عم تطلع لبرا عم بتصيب الناس بشظاياها. هيدا هيدا عرف هيدا ولا شو؟ هيدا تراكم، تراكم تخاجل السلطة من سنة 67 لليوم. التراكم التخاذل خلى عدم الدخول للمخيم بمشرف عرف دستوري، وما نعرف ولا شيء ولا بأي شكل. بدني أشكال. بيقدر يمنع الجيش مفروض يدخل. سياسي بتمنع الجيش. اليوم جيش بيوقف مهربين، بس بوقفهم كلهم، وبعدين مين بيحطهم بحطهم بالحبس وبيحاكمهم؟ لا، بتحاكمهم الدولة. نابل عم بفلطهم، شو بتعملي؟ كانوا كتير حاطين ضرائب علينا وحسومات من معاشاتنا. امبارح بموازنة 2022 كان عنا راتبنا، أكثر واحد فينا يقبض 30 دولار صار يقبض هلا بيقبض له 100 دولار. أعطيونا 3 رواتب زيادة ورجع بآخر تحرك 3 رواتب تانية زيادة. صحيح على شكل مساعدات اجتماعية، بس أفضل ما تكون على راتب. يعني اليوم التحرك نفع، لأنه هذه سلطة لا تفهم إلا بلغة الشارع، ما بتفهم إلا هيك. قائد اللواء إذا فل ما فينا نحط حدا تاني معنا، بحطه مؤقت. قائد الفوج وامر الفصيل وقائد الكتيبه الوظائف القتاليه على الارض بدي حدا محله. شو عم بيعملوا السياسيين؟ اخرها معلمون، اخرها معلمون. انا باكد لك هاي سلطه، سلطه مكونه بالعقل السنيوري. ليش العقل السنيوري؟ نسبه لفؤاد السنيوره. سلطه تكره البدله العسكريه، تكرهها، وبيعتقدوا وعند القناعه انه كل اللي صار من انهيار ميلي و خزينة الدولة وكل اللي صار من أفقار للواردات كله من وراء معاش العسكري وتعويض العسكري.